وهذه أخرى رائعة ممتازة في الدقيقة 85 هدف ثالث للمنتخب البرازيلي. فاجأ مخرج هذه المباراة. سنتابع العرض البطيء. البرازيل يحسم الأمور مشاهدينا الكرام. فرحة كارلوس تونجا. يبدو أنه ألفونسو هذا جوارداتو في المتابعة. ألفونسو عدته لسدد في الزاوية الممتازة. لما يمر على دخول أقل من دقيقتين يضرب بقوة في شباك الحارس جيرمو أوتشوا ويوم انتصار البرازيل بثلاثة أهداف لهدف. ألفونسو مهاجم بالميراس. طبعا انتقل